على الهاتف سيادة اللواء أشرف نصار صديقنا العزيز ورئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي. سيادة اللواء مساء الخير، منور وحشنا كتير. يا مساء الفل يا دكتور إيهاب، وحضرتك وحشنا جدا والله. ربنا يعزك يا فندم. ما ترضاش بقى يعني نعمل لك إزعاج يا فندم في أي وقت أنت عارف معايا. ربنا يعزك يا سيادة اللواء، مليون مبروك النهارده الفوز النهارده. ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله طبعا احنا كنا محتاجينه لأنه جاي بعد ثلاث إخفاقات وكانش فيه توفيق عندنا. جاي مع ماتش صعب مع فريق كبير زي فريق الجونه، لعيبه مميزه وجهاز فني محترم وبنلعب على ارضهم، لكن انا كنت واثق في اللعيبه وواثق في الجهاز الفني. جميل. حتى لما كانوا الفتره اللي فاتت بعد كل اخفاق الاقي اللي بيسالني وفي نيه للتغيير وبتفكروا في مين. يا جماعه ما عندناش الكلام دوت ولا بنتعامل بالقطعه. هتلاقي الوكلاء هم اللي بيسالوا يا سياده اللواء. للاسف كلهم بيغني على ليلى. للاسف انا معاك. الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمنا وان شاء الله باذن الله تكون بدايه لاستعاده ثقه الانتصارات. وزي ما حضرتك عارف يعني الدوري السنه دي صعب جدا. يعني شوف حضرتك الثلاث نقط طلعونا خمس مراكز. كنا ال 13 بقينا الثاني الحمد لله. وان شاء الله باذن الله نستمر يعني، وان شاء الله يعني نغمه الانتصارات تعود الينا في الماتشات القادمه باذن الله. خليني مره ثانيه اشيد بالحكمه في التعامل، وزي ما انت حضرتك قلت دلوقتي نحن لا نتعامل بالقطعه، وهو ده بين قوسين سر النجاح. عندك جهاز فني على اعلى مستوى بيقوده نجم من النجوم الكبار اخلاقيا وفنيا، وبالتالي اعطائه الثقه وان انتوا تكونوا في ظهره هو ده سبب الانتصارات. وانا عارف مدى العلاقه اللي بتجمع لاعب البنك الاهلي مع الكابتن خالد جلال يا سياده اللواء. والله الحمد لله هو الكابتن خالد جلال شخصيه هاديه بيعمل في صمت كفء جدا، ويعني وعلى خلق، وما بيرضاش ان هو يعني بيركز في شغله بس. وانا يعني بعد كل ماتش بتكلم معاه وبقول له ان شاء الله يعني رغبه الانتصارات ركعه، ما تبصوش لورا، بصوا للي قدام. والحمد لله يعني الكلام والجهد اللي بيبذلوه ربنا بيكافئنا بالنتيجه الحمد لله. شايف ايه اهم مميزات الدوري هذا الموسم، وايه اللي ناقص الدوري عشان يعني يكتمل في ابهى صوره له يا سياده اللواء؟ والله الحمد لله الدوري السنه دي دوري جميل جدا ودوري صعب جدا. الفرق كلها يعني مستعده استعداد جيد. المستوى متقارب. حضرتك لو بصيت من المركز مثلا ال 14 لغايه المركز الثامن هتلاقي ثلاث اربع نقط. المصري في المركز الخامس برصيد 19 نقطة. لا فبقول لحضرتك يعني النهارده الثلاث نقط بتوعنا دول طلعوا لنا خمس مراكز. تمام. طبعا الدوري قوي جدا، الدوري جميل ممتع. وده في الاخر ان شاء الله كله يصب في صالح المنتخب. تمام. وان شاء الله كده يعني ربنا يحقق حلمنا كلنا يا رب يا رب. والجهد اللي انتوا بتبذلوه في اتحاد الكوره جهد ملموس للجميع يا رب. حرصكم على المنظومه كلها، انتوا عارفين كل المشاكل اللي موجوده، يعني عندكم حلول جيده جدا ان شاء الله، كلكم خبرات عاليه الله. جدا ان شاء الله. وان شاء الله مستبشرين خير بالمجلس اللي موجود والانديه كلها وراكم باذن الله. وانا يعني بتمنى لكم التوفيق. واحد من الشخصيات الجميله المحترمه على المستوى الاداري كمان، حدث ولا حرج، سياده اللواء اشرف نصار رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. مبروك الفوز النهارده والى الامام ان شاء الله دايما يا سياده اللواء.